السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. يا رب هنعمل النهارده مع بعض سمك صور. اول طريقه معانا هنا سمك مقلي، وتاني حاجه بطاطس صينيه بالسمك. حاجه يومي 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 خالص يعني. يلا نبدا مع بعض بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنجيب السمك كده، وطبعا هنغسله وننضفه وهنشيل راسه كده ونشرحه. شرحوه التشريحه اللي انتوا حابينها. خلاص، بعد كده بقى هنروح نحضر التتبيله اللي احنا هنعملها للسمك. هنجيب توم وليمون وطماطم وفلفل، ممكن فلفل حار او ممكن فلفل حلو اللي انتوا حابينه والنكهه اللي انتوا حابينها. ومعانا التوابل بقى، ملح وفلفل وكمون وبهارات سمك. تمام، بعد كده بقى هنروح نحطهم في الخلاط. وبعد ما نحط لهم في الخلاط هنحط بقى فيهم كده كل السمك، ونحط التتبيلة كده في السمك كله، ونسيبهم حوالي ساعتين 3 ساعات كده في التتبيلة. تعالوا بقى نروح نشوف التتبيلة بتاعة البطاطس. هنجيب كده بصل وثوم وملح وفلفل وكمون، بس كده. انا هعملهم بقى في الخلاط وفي صينية كده على النار. هنحط بقى سمنة، وبعد ما حطينا البصل مع التوابل ومع الثوم في الخلاط هنروح بقى نحطهم في السمنة دي ونقلب كويس جدا لحد ما تبدأ كده نحس ان خلاص دبلت كده والريحة كده طلعت جنان بجد تحفة. بعد كده بقى هنحط كده البطاطس في الصينية ونقلبه، وبعد كده نحط عصير الطماطم. تمام، تعالوا بقى نشوف هنعمل السمك المقلي ازاي. هنروح نجيب دقيق، وهنحط كل السمك في الدقيق كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقى هنروح نحطه في الزيت. يعني طبعا كلنا عارفين الطريقه دي يا جماعه، مش حاجه جديده. بعد كده بقى هنروح نحط السمك في صينيه البطاطس كده ونغطسه كده تحت جوه، يعني لحد ما البطاطس يبقى خلاص استوت، لسه لها بس ربع ساعه ونطفي نبقى حاطين السمك، لان السمك مش هياخد مننا غير ربع ساعه، لان لو سيبناه اكتر من كده هيتهرد معانا خالص. وهنا خلاص بعد ربع ساعه، بعد كده بقى خلاص هنطفي بقى على الصينيه. بعد خلاص ما استوى هنروح بقى نديها كده وش كده على الشوايه في الفرن زي ما انتم شايفين كده، وبس كده كده خلاص الاكل جاهز معانا. بألف هنا على قلوبكم يا رب يا رب يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك، وجربوها بقى قولوا لي رايكم في التعليقات. لو اول مره بتشوفوني، انا سلمى محمد ابراهيم، ودي قناتي انا وماما مس اماني والشيف سلمى. لو لسه ما اشتركتوش في القناه، يلا مستنيين ايه؟ اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واستنوني دايما. دعمكم بجد بيفرق معايا جدا جدا جدا. بحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في رعايه الله يا حبايب قلبي، مع السلامة.